بلد شفير فيفو جاهز لتفك شفراتك؟ اصلا ما عندي شيء مخبى انا كتاب مفتوح حاضر يعني كل ما بتشرب مي بتستفزني ليه؟ بتصدق؟ بدك تشرب مي؟ يعني ايه بدي اشرب انا على فكره حرارتي طالعه كانت بالليل وجيت رح شربك من كبيتي؟ لا ما بشرب من كباية حدا ليه؟ فانا خليك بلا شرب فيفو؟ فيها شيء سؤال العالم ما بيعرفوا اسمك فيراس ليه ما العالم بتعرف اسمك؟ في كثير ناس بيعرفوا اسمي مين بيعرف اسمك؟ كلهم بيعرفوا فيفو طيب اسهل ليه؟ لانه اسم رجل لا 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 اسم فكر لا كمان بدكم تفوتوا لي بالاسم رجل وهيدا عمي خلص طلعوا بقى من هالمواضيع بعدكم كل شوي رجال ومرايا يا يعني انا ارجل من 100 رجال أوف. وقت الجد والمواقف م. انا واقف مواقف مع ناس م. ايه 600 رجال اذا وقفها بتطلع فيهم بتقول هيدول نسوان طيب ليه؟ انتو بس بتاخذوا المظاهر، طيب تعودتوا الوطن يعني نص الوطن العربي يعيش تحت الطاولة، ليه؟ أنا ماني ملزوم كل واحد مريض نفسي أقعد فكر شو بدي، بدي أنا أنقي له مثل ما وحدة مرة، هيدا الكومنت أنا ما بنساه. بتقولي يا أخي استحي على وجهك، إنه مسمى حالك فراشة أقل سمي نفسك صرصور عشان مذكر. تخيل <applause> هيدي لوين خيالها؟ قلت لها وحيات عيني ما أعطيك بلو. شو عيلتك؟ هيدي ما حدا دخله فيها. إي تستحي؟ حتتجوزني تستحي بعائلتك؟ لا فشل لكن ما في داعي انتم بدكم ياني انا نكنيم فيفو م. وهاشتاج م. الاسم فراس خايف خايف ما بخاف غير من الله اللي خلقني خايف. قبل ما تكفي ما تقول خايف عم تهددني يعني؟ مش عم هددك عم اقول لك انا ما بخاف غير من الله اسمك فراس ايه. وما بتقول اسمك فراس في بتقول فيفو عيلتك آه عائلتك ما بتحب تقولها فيا وضح لك شغله ليه فيفو؟ ليه فيفو؟ ايه. لانه انا لما رحت على امريكا نعم إيه حتى اول بزنس كارد طلع مم. انا ما كان في لا سوشيال ميديا ولا شيء، انا كلها على السوشيال ميديا صار لي سنتين نعم اوكي؟ على فكره كثير بتهزوا هون حتدوخوني ولا شو؟ اهلا وسهلا فيك هيدا حبوب عشان <applause> الدوخة انا على الحبل. لا <applause> ولا تفضل شو هالحبوب لا ميرسي للدوخه مش عم بمزح لا شكرا وحياة الله هي دوخه ما باخذ انا حدوخ كم انا فيني اخذها خدها صحتين وهنا خده. انت بتاخذها انا ما باخذها اوكي فيفو؟ ف... أيه، فطلع هيدا الاسم وقتها من شان زبايني انه الاس... الاسهل الاسهل لهم انه فيفو لانه هيدا تقول له يقول لك فايروس ستة 6000 واحد نعم. فخلص كانت ميك اب باي فيفو أوكي. وصارت هالهيلمانه والدنيا م. والضجيج وضلينا تحت كلمه م. فيفو م. اللي بدي ارجع غيره فراس تفضل بالعكس حطوا كتير اسماء الاول فراس ايه؟ وهلا عم شوف فيفو هلا بدك تشوف فيفو بس اي احلى مش في رأس احلى من فيفو عاد اثنين واحد قد كنت حلو لما بلشت معنا جوا ولابس البدله مع لا 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 عم بسال بدنا عم عم نروح شو بعدني مثل ما انا بوجهك بقمه احترامي واللي لابسها بقمه الاحترام لأني لا 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 ما انت عم بتقلي لي انه عم بسالك قد احلى لو سمحت في انت بنظرك انا منه احلى بنظر كثير ناس فيفو اللي عم ينتقدوك يه. عم ينتقدوك كرمال هيدا الموضوع انا اليوم فيفو بحترمك كثير وبقدرك يعني؟ كثير بس اليوم كمان عم بنقول الناس اللي بتقوله قد ايه احلى بتبقى لابس بدله ما لانه بق... انت اسمك في راس. حبيبي غيرتها لانه شوبت عندك مشكله؟ اه هيدا ما بيشوبك؟ لا بالعكس هيدا هيك بحسسني انه فعلا بحسسك بذاتك؟ لا مش بذاتي شو؟ فراشي مم. بحب الالوان لبست اسود ما في الكفايه مم. وبعد اللي بلبس اسود ما بقول لك بس بحط لها من هون ورد جاوبني. بحط لها راس بتحب عيط لك في استاذ في رأس. او مدام فيفو مدام شو <applause> <applause> بدها هيدي هاشتاغ صوتي انشراح مدام فيفو بتحب عيطلك لك استاذ فيفو طب ما زال انت عم بتحب بتقول... عيط لك استاذ فيفو بتعيط اكيد او بعيط لك لما بده يكون انا لما عم خليني بمج. كمل سؤالي خليني انا كمّ... بدي اوضح لك, لك, لك خلص و... سؤالي تفضل خليني كمل سؤالي فدل. بتحب عيطلك لك استاذ فيفو على فكره ليك بس أو بس بدي اقول لك شغله فيفو هيدا التون تاع صوتك يا ريت بينزل لانه انا داينتي عند ليفل اقدر اسمع اللي بيحاورني مم. اوكي بدك تكفي الحلقه بهالطريقه انت بتعلي وانا بعلي لا انت حتسمع ولا انا حاسمع جاوبني على السؤال انا عم فسر لك نزل التون تقدر اسمع عي... زعجك السؤال تفضل شو ج... زعجك السؤال عم اقول لك انا عطون صوتك انا ماني قاعد هون كانه اخر نهار بحياتي جاوبني شو هو بتحب عيط لك استاذ فيفو او مدام فيفو بتعيط لي اكيد مستر فيفو مستر فيفو أي. يعني اعترفت انه انت اليوم انا ما قلت لك مدام شو انا ما عم اقول لكم انا مرة جاوب الناس فاذا تفضل جاوب الناس جاوب الناس صار لي سنتين انت اليوم هون لتجاوب الناس تفضل بعد الفئه عندن عندهم هالقد هالضيق او الغبا م. او الجهل بدهن يضلوا بهالنقطه خليهم عايشين اخر همي فيفو في يطير والكلاب تنبح انت دارس في كل هيدي الشيفره انت دارس شيف مطبخ طبعا وبفتخر فيها ليه ما بتقول نعم ليه ما بتقول انا ليه الناس ما بتعرفك الدنيا كلها ايه اللي عندي ايه ايه واللي متابعيني ايه ايه انا بنزل لهم وسط وسط طبخ ايه لانه دائما لك ايه انك معروف انك انت داير الشيف مطبخ آه شو معروف بدك لك على كل باب وفوت انا اطلع لاتي لا بالاعلام لا بتعمل فيف باي فيفو لا لا ميك اب باي فيفو انا اطلالاتي بالاعلام كانت قليله اخذت حلقه كان لازم بالاول اطلع ام اوكي ام ام ويمكن كانت عرفت العالم عني بس قلت هيدا اشتغلت فيها؟ شو اشتغلت فيها؟ اشتغلت فيها؟ اكيد اشتغلت ايه؟ وطلعت مصاري من عرق جبيني وساعدت اهلي من وراها مم اكيد وافتخر اه فيها مم اه اشتغلت فيها اكيد اشتغلت اشتغلت كشاف يعني؟ اكيد مم انا تركت لبنان كانت شيف يعني شبكم مم مم شو بكم؟ شو جاب شيف لمزين نسائي؟ حلمي انا كنت عارف انا راسم مخططي انت خبير تجميل؟ طبعاً اوكي اللي بقول انه انت اليوم خبير تجميل بس منك ناجح قد منك بالهاشتاج واللي عملته بالسوشيال ميديا انجح فيفو شي بيرجع له؟ جاوبني الحمد لله انا؟ مم. ايه؟ الحمد لله شغال لكن منين عايش؟ ما بعرف لو ما هيدا المورد عم بجيب لي مصاري ايه؟ ومعيشني من بدي اعيش؟ اكيد شغال فيها مم. يمكن لانه اكثريه شغلي انا مم. بيكون برايفت لسيدات مم. ما في داعي تتصور عجبهم بدهم يشوفوا الميك اب يطلع على وجهي وثانيا انت اللي عم تحكي جبت لهم لحظه له لحظة, لحظه 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 لو سمحت لحظه لحظه صدق. لحظه, صدق. لحظة. صدق. لحظة. صدق. انت اللي حكيت هيدي ما بسمح لانه انا ما قللت احترام اوكي انا ما عم قلل احترام بدك تحكي معي تعمل لي بايدك هيك انا ما عم قلل خلينا نكون رايقين يمكن انا بلولح بتخيل عم صور بس خلينا نحكي هلا اليوم هون انه عم بسالك سؤال اليوم اللي بيقولوا انه انت اليوم لك نجحت اخذت حبه, بس على دوخه الاستوديو لانه معلقين بحبال الهواء اه اوكي فكل شيء فرد انه اهلك كان بدهم اياك تدرس شريعه اسلاميه وانت رفضت اوكي انه تدرس شريعه اسلاميه رفضت رفضت وعملت شيف مطبخ ليش اي بيت فندقيه ولا شيف مطبخ لا شايف ما عملتها فندقيه آه فندقية ايه اكيد درستها بس حبيت توضح لا معلش معلش على قصه م. هيدا منيح فتحت هيدا الحديث نعم. آه. ليجيب لي اي بيت مسلم م. ايه ما لازم نحن انا كشخص مسلم انه ما اكون اعرف شيء عن شريعه اجباري بدرس اولا انا كنت بمدرسه اسلاميه م. واحد اثنين يعني الشريعه تعلمت اسس ديني م. صلي صوم كيف كيف اعرف اقرا قراني انت بتصلي وبتصوم اي بس شو ده لازم صور لكم في طعم لا لا بتعرفش اللي هيدا لانه هيدا انت عم تحكيني انا كل يوم بيقولوا لك هذا يصوم هذا يصوم هذا يصلي هذا يصلي يا ماما انا ماني مضطر بحقك مش لك انت ملزوم تشوفني لما بكون انا عم بنقل مثلا طاقه ايجابيه نعم. ما اني حكون واقف على سجاده الصلاه واخد لك سيلفي هذا بيني وبين ربي مش انت حتعطيني الحسنه مم. انا لما بقعد بالليل وبناجي ربي انت معي او غيرك بتصلي معي بتصلي وبتصوم جاوبني على السؤال طبعا بتصلي وبتصوم طبعا اوكي رح احكي عن الدين لا تفضل بس عندي سؤال اهلك فرضوا عليك تدرس الشريعه الاسلاميه واجبي كمسلم واجب بتعرف دينك إيه؟ بس قصدي طلبوا منك اليوم في بالجامعه حسيت يعني انه شو رح اعمل شيخ؟ ايه ايه طلبوا منك هذا الشيء؟ لا وين بدي اعمل شيخ؟ طلبوا لا. منك او ليه لا؟ ليه بدي اعمل شيخ؟ انت ليه بدك تعمل بس طلبوا منك ل... او لا؟ يا يخ... اخي لا ليه بدهم يطلبوا؟ يعني اوكي عائله محافظه ومتدينه دائما بتقول انه عائلتك عائله ايه؟ محافظه ايه وبدل ما اقول نفس النقطه إيه؟ بس عندي مشكله اليوم شو هي؟ إذا أنت عم تقول لي أنا بوجه تحية كثير كبيرة لأهلك مشكول. ولعائلتك والله يرحم أمك وبيك على فكرة بس عندي سؤال المشكلة هي انه تصرفاتك آه وإذا بدك انه الشكل ما بتبين انه انت من عائلة محافظة لك عن شو؟ بس شو من عائلة على السؤال من عائلة من الشارع؟ لحظة لحظة سؤال؟ ايه شو سؤالك؟ رد. شو سؤالك؟ ما بتسمعون هدول الكلمات؟ عم أقول لك علي. ولا؟ ما برد، القافلة لتسمع okay. أول كلاب ما في شيء رد شي عليّ, شي علي اليوم رد علي اليوم شو بدي رد؟ رد شو بدي اليوم رد؟ انت دائما بتقول انه انت من عائلة محافظة طبعا لو سمحت قل لي هل اللي عم نشوفه اليوم وقف لو سمحت شوي صغيرة في مجال؟ لا إيه اوكي في يلا تعرض لي فرجيني إيه. الفراشه بعرض لك اياها لو سهله فيك حبيت هيدا هيدا الشيء لحظه, لحظة. هيدا الشيء فيفو لحظه هيدا الشيء فيفو بخليني اقول انه انت اليوم كل ما تطلع محل بتقول انا من عائله محافظه أه. مسموح تلبس هيدا اللبس؟ عادي آه كل واحد عنده حريه راي هني. يا شو خاص حريه الراي عم بحكي بعائله ببيئه بجو هني اهلي ما بدهم يلبسوا انا بدي البس انا انسان ايه انعرفت بشخصيتي وشخصيتي الغريبة مرتاح لو سمحت ايه لحظة اشقلب مشان ما تتجعلك شوفوا لي لا كثير حلو اوكي ميرسي اذا بتحب تقول مين عامل لك اياها يعني <applause> اكيد بدي اشكر المصممة الأردنية مم. إيمان الأحمد جاوبني تفضل هلا الشعر تاع اليوم الشعر ممتاز كثير حلوين ايه بس انه هيدا هيدا مقبول يعني هل هل هيدا الشيء بيخلي عايشة يا اخي انا مضطر مضطر شو اللي مضطر اهلي فيه؟ ما عندهم مشكله معي مين قال اوكي مين ما عندهم مشكله معي اكبر دليل انا ما في مشاكل انا واهلي ما في مشاكل انا واهلي حط عينك بعيني عم تقلي لي انا طبعاً. انا ما بعرف انا علي اطرح عليك انا أقول عم وضح لك انت لانه انت محامي الشيطان انت محامي الشياطين اللي انت عم تدافع عنهم لما تحط مكياج ايه لما لما تلبس ثياب نسائيه نسائيه شوف توضح لك لحظه لحظه, لحظة. بس خليني اكمل سؤالي اسمح لي كمل سؤالي ما بتستحي لما لم تعمل انا عم بقول شو بقول صور الناس بعمل فيلم اباحي اوكي جيب لي فيلم اباحي تصور لي وانتشر لبسك النسواني ايه. خليك معي مش عيب يمكن انت تشوف النسواني تلبص. انا بشوفه فيفو اه هيدا انا والخواتم يو طب خد البست لك اياه هيدا لعيونك الك وللمقهورين اتباعك الخواتم الخواتم الميك اب اللبس النسائي آه، فول ميك اب بحق... تظهر يعني... فول ميك اب انت طيب عادي وابرار بحط لهم رمش وبقبع لهم اياه طيب هيدا شو اسمه؟ هيدا هيدا بيشرف حق... هيدا اسمه عائله محافظه؟ جاوبني على السؤال ايه؟ ايه؟ حقك ترد مثل ما انت بدك لانه انا عم اقول لك انا ما في مشاكل لأ انا واهلي ليه بدكم تطلعوا الموضوع انتم؟ خلص يعني ليك انا انسان بعد ما صرت بالسوشيال مم. ميديا لاوضح لك مم. تركت وسمعت قصص وقصص وقصص شلت التليفون لامي مم. ايه الله يرحمها قبل ما تموت أوصل حوصل الموضوع حوصل لهذا الموضوع لا لا بس خليني اوضح لك اوضح لك لا يعني. انا بدي اوصلك انا عندي سؤال عائلتك تفضل نابذتك اليوم منبوز من عائلتك اكبر دليل كنت انا بعزا امي بالصف الاول تعال امك بيك اخواتك حاشينهم على جنب وتحية كثير كبيره لهم تسلم عائلتك الباقية عماتك خالاتك كل اللي المقربين كلهم موجودين آه كلهم موجودين ينبذوك او لا؟ ليه بدهم ينبذوني؟ جاوبني حسسوني كانه جاوبني اذا بتعمل معروف سمعت اقول لك لا لانه كلمة كثير بشعة شو نافذيني؟ حسسوني كاني كافر رفدينة. او عم لا يعني. فيها لا لا بدهم ينبذوني حبيبي كلهم بيحترموني كلهم بيحترموني فبروح بزورهم واخر همي اشرب مش حقول لك كلمة هاشتاج تشرب سم انه انت تشرب وانا لا عيب على فكره كل ما تحمل كباية بتستفزني جيبوا لي ما خلص لا يعني ما عم بفهم بدكم مصرين انت ولا غيرك انه انا في مشاكل انا واهلي لو في مشاكل انا واهلي تمام ما كانوا فوتوني على جنازه امي عم تفهم شو ما كنت بوقف بالصف الاول كانوا حطوني بالزاويه دينك الاسلامي ايه بحرم. ياريت يا ما نفوت بموضوع الديانه لانه اكثريه الناس إيه اللي هاجمتني بهيدا موضوع الدين اوسخ من الوسخه لو سمحت هيدا طلعوا منه بقى، خلص ما, تت... ما حاج بقى تتخبوا ورا اصبعكم وتقولوا لي الدين، اتركوا الدين في الله هو اللي حيحاسب، الله ما عطاك مفتاح ولا, ولا لغيرك تتفوتني انت تقول لي جنه ولا نار لازم اخاف منك لا مش لا تخاف لازم. عم وضح لك مم. بس لا. دينك الاسلامي ايه؟ يا فيفو يا حبيبي تفضل بس اسمعني شوي في مجال تتقبلني؟ لا لانه موضوع الدين انت خلص صار كثير فيفو يعني كثير انا ما جاي حتاز. دينك هون ما انت بلسانهم انا مش بلسانهم انا بالفينون. لما عم رد عليه اسمه بلا تشفير ايه انا لما عم رد عليه يعني عم, عم رد عليهم اوكي ما تاخذها بيرسونال دينك لأنا. دينك بيقول انه اللي عم تعمله اليوم هو ايه؟ حرام حرام لا يجوز اللي عم تعملوا اليوم شرع يا الاسلام يا ما شاء الله طب جبلي واحد لما يفوت يقذف يقذف ويسبني ويقول لي يا ابن التوت أي. اختك كذا عيلتك كذا هيدا هو الاسلام هيك قال لكم أي. لك خلص اصحوا بقى خلص أي. خلص قرف خلص لما واحد انت سببني ايه انا فكرك انه هيك حتهديني بس لا. عندي سؤال انا ما لك انا ما خدش عن هم عم يحكوك هيك لانه انت اليوم تسيء لل... للديانه الاسلاميه هي اساءوا لدينهم ليه لانه لما واحد انت بدك تفوت تقذف تقذف حدا مم. ايه انا على فكره هيدي محسوبه عليك ليوم الدين اذا هن بيعرفوا تعاليم الدين الاسلامي مم. انت بتعرف تعاليم الدين الاسلامي طبعا بس شو بدي اقعد احط لك يعني اقول لك هيك 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 هيك, هيك. ما دخلك اللي, بج... اللي بقلبي بقلبي راني الفاتحه اه يا ايه طي... راني الفاتحه هي اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. صدق, صدق الله, الله العظيم. هل تتخيل في مسلم ما بيعرف فاتحته؟ لهالدرجه انتم شايفيني كيف؟ جاوبني جاوبني لهالدرجه؟ جاوبني مريض مريض نفسي او عندك عقدة نفسية <applause> جاوبني آه، على هيدا السؤال قمة الضحك مريض نفسي لو مريض نفسي ما كنت استضفتني لي. ليه؟ لا تقدر تستوعبني بحلقة كاملة ايه؟ يعني أنت مثلي مريض, مريض نفسي لا تقدر آه. تستوعب نفس الليفل أوه. طبعا مريض نفسي أو معقد نفسيا لا ماني معقد ليه بدي أتعقد كل هالجرأة والعين اللي, آه. اللي هيك الحاربة في فو ومع... أهلك كيف كانوا يعاملوك أنت وصغير كمتة. كانوا بي يعني كان عندك يعني يضربوك يعيطوا عليك لانه لكن بي اي ولد بينضرب أوكي. جيب لي انت ما بتضرب لانه لانه اليوم لا ما بضرب ابني انا لا. انا تربيتي ما بتكون بتضرب الولد <applause> بس امرار الولد مبلا بده مم. انت كان بدك لا لا مش موضوع بدك قمعت شي مره أنا عم بحكيك من اهلك انت ما تجاوبني على طريقتي لا ما انقمعت شو يعني انقمعت يعني اللي عم نشوفه اليوم هو من خلال تربيه آه قديمه لك عم بحكي اه تعطيك مصطلح يعني قصدك انه الكبت بيولد الانفجار مش أنا يا تمام بدك ما تعصب بس عندي سؤال تصب أنت وصغير؟ لا ما مفهوم. تجاوب هلا هل